يعرف مسجد موسى بن منصير ببلدية مزغران بولاية مست غانم يعرف تقدما ملحوظا في أشغاله التي انطلقت بداية 2009 من قبل المحسنين الذين عقدوا العزم على بناء أكبر مسجد على مستوى الولاية بسعة 10,000 مصلي. في موضوع آخر، يحتج عشرات المستفيدين من مشاريع لونساج أمام مقر الوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب بإتبسة مطالبين السلطات المعنية فتح تحقيق وتوقيف المحتال الذي نصب عليهم بصورة جماعية من خلال مؤسسة وهمية. مزيدا من التفاصيل في ميكروفون سليم دريد. نحن نطلب من السلطات تتدخل في الأمر هذا، ونطلب من لاسيرونس بيسك لاسيرونس كي رحنا لهنا قالت لك عندنا حتى دخل في الامور هذه تاع النصب والاحتيال. يا هل ترى درك نحن درك الشباب واش راح يدير الشباب هذا؟ انا رحنا للتجار تعطوني الاشهاد هذا، ما نعرف الاشهاد هذا اسكو فالابل ولا لا. نحن ما قبلوا علينا حتى في بلاصه، لا في لاسيرونس لا في محكمه ما والو. حابين نفهموا اسكو عندنا حل ولا لا. على الصعيد الاجتماعي، وبقرية هلة ببلدية خيران بولاية خنشلة تعيش عائلة درويش المتكونة من 5 أفراد والمصابة بأمراض مزمنة حياة صعبة في ظل تهاون المسؤولين المحليين. عمر عمري والتفاصيل. كنت لاباس عليا، مرضت من كانوا رجليا يضروني، ومرضت بالكلاوي يعني يصفي وتهزني لابينان، ساعات تجي ساعات تحبس، ما كانش طريق، وذاك الوادي يجي وكي الوادي يجي نحصلوا نطلعوا من الغابه طريق بعيد. نعاني نحنا والطريق ما نجموش، كي تكون في الشتاء هذا ما نجموش كيف نديروا. كي اختي تصفي وبابا كل نهار يهزها على ظهرها. المهم انا عندي رجالين عاني بيهم يضروني في زوجة دات الدوسي، ردوه لي قالوا لي ما كانش هذاك راح باش نفوت الفيزيت عند هذاك في خنشلة على سكر. والمدرسة بعيدة عليا ونحنا في الميديرية، وكي يجي الواد نديو من الغابة، بابا يتعب عليا وسهيل وخويا، وكي يقطعوا يعاونوني يهزوني، وساعات ندوخ نطيح. كل احنا نعاني، يعني ما بيا كانش ما يعاونوني، كانش ما نداوي الولاد هذا متاعي. مثلا جاء المريضة هذه متاعي انا، وقال قدرت نديرها كلوة ولكن ما نجمتش. تم الخميس بعين الترك بولاية وهران افتتاح موسم الاصطياف لسنة 2014 بعروض فولكلورية وتظاهرات ثقافية ورياضية. سكان البهية رحبوا بالتنظيم تحت شعار وهران ترحب بكل الجزائريين. ميكروفون سفيان عمر. سواء من طريق او من بعيد في احياء كل الجزائريين، يعني احنا اليوم من هنا من مدينة عين الترك نقول لهم اهلا وسهلا بكم في مدينة الباهية المضيافة لهذا الموسم الاستياف ان شاء الله. وراح يكون ان شاء الله استقبال كما عهدناه من ناس وهران، استقبال بحفاوة كبيرة ان شاء الله. شكرا. مرحبا بكم في وهران وفي عين الترك. هنا عندنا الشعب تاعنا مضياف، اليوم حلينا موسم الاستياف، الحمد لله كان الشعب حاضر هنايا. ومرحبا بكاع الضيوف هنايا في مدينة عين الترك من الداخل الوطن ومن الخارج، مرحبا بهم، يعرفوها عين الترك اللي مضيافة. ومن البهية وهران نختم نشاطنا المحلية. شكرا.